اجلس لا انت ماشي اجلس اجي يا ماشي الطير اجي الله يرضى عليك اجي. السلام عليكم. عليك السلام أسدي. أنت معنا اليوم في قناة HM. نعم. واش ممكن تعطينا من وقتك شي حاجة؟ قول سيدي هنا. بغينا غير نعرفوا شنو هي الأحوال ديال السوق. أحوال ديال السوق ماشية مزيانة الحمد لله، حنا لا نقدروا نعديو. وبالنسبة للأرباح كاين شي أرباح؟ أش باش نقول لك، وأنت إيش دخلك في الربح؟ كان تسلي شي حاجة باش نعطيها لك؟ الربح لا يبقى ديالي، شي حاجة أخرى ما نقولها لك شي. شكون أنت؟ احنا قناة كنهضروا باسم الناس وباسم كل المواطنين اللي كيشريوا الحواله، كيقولوا بان الكسابه دائما كيغليو على السوق العادي. كل واحد والراي ديالو يا اخي. والله العظيم انا ما نقولكش الا نغلي، زعما نبيع القلايل نبيع الحواله، والحولي اللي يدي في العام يدي مليون في العام، الا بقى له عام صافي، الا انت خسرت عليه مليون. الشعير ها الزرع ها التبن ها الماكله نوض في الصباح ها قيوه قيوه عدل وعدل، هذا الشيء بزاف ونبيع له انا بريال. اسمح لي اخي مشي فحالك باش ما الله يحفظ نقدر نطاريك ولا نقتلك ولا ما بقيتش فضيحه. غير هذه العواشر هذه، ما بقاش يتسقسي الله يرضي عليك. هذه العواشر مشي باش ما نبش قيك مشي فحالك. هادي صافي انا مرحبا بك. واش ممكن تعطينا واحد شويه من وقتك؟ طومار اخي هاني، بغينا نعرفوا شنو هي الاستعدادات اللي وجدتوها لعيد الاضحى. عيد الاضحى الخاوة ماشي مزيان، كتم استعدادات ديالنا وما كنوزو الحواله ومواليهم فهمتيني، وباسعار رخيصه جد جدا فهمتيني، والحمد لله ماشى الامور فهمتيني. قول لي اخي، واش كاين هذا الرواج هذا عندكم غير في الاعياد ولا دائما طول العام؟ لا دابا الاعياد غير المناسبات حنا كنخدموا، ما طول العام كنبقاو نوزو حاجات اخرين طلعوا نجبولها فهمتيني، كنخدموا مع بنادم بلا بلايات وهادي فهمتي مان. هذا هو اللي كاين الخاوة، الله يرحم بابك الخاوة. هاني هاني اي حاجه احنا هنايا نزوك نزو الحولي، احنا موجودين بحام فهمتي تبان اي حاجه اللي بغيتي. هاني يا خي شكولتي السكا خي المصور. هاني شكرا لك وشكرا لهذا الوقت اللي عطيتينا. الله يا خي هاني هاني اي حاجه احتجتوها انا مجانا مسمي ساعد حنطابه فهمت، انا هنا يا خاوة ديالي هاني بيبا بيب ميشي قرون طافي مشاء الله بيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك HM TV، بغينا نسولوك ونسقسيوك على هاد المهنة ديال التبن، خصوصا دابا كاين عيد الأضحى، شنو موجدين؟ انا خلعتيني الصراحه، ولكن الحمد لله احنا موجدين التبان، كنوجدوا دار عيد الاضحى، كان احنا دابا فلاحه كل موسم كنوجدوا له ديالو فهمتيني، دابا كنوجدوا الزراع والتبان والحواله حتى هما الحمد لله بخير موجود. ايوا وماشي مزيانين الحمد لله. لكن واش هذه هي المهنه اللي عندكم؟ علاش شتينا كناكلو عام كامل التبان؟ لا لا الحمد لله كل موسم بوقته، كاين بطاطا وماتيشا كاين كلشي الحمد لله الخير موجود في البلاد هذه السعيده. وشكرا لك شكرا لك كنشكرك بزاف. صافي قضيتي حاجه؟ شكرا شكرا بالسلامه. يلا الله عاون الله عاون يلا الله عاون شام شام. السلام عليكم. اهلين. واش ممكن تسمح لنا ناخذ من وقتك واحد شويه؟ قول لي شنو خصك؟ بغينا نعرفوا شنو الاحوال ديال السوق. انا ما كنجيش من هنا، انا جيت غير نشوفو كان، انا كنجي من اسبانيا، انا من الميريا. شفنا كتساوم الحواله. اي ها كنصاصي، انا العام اللي فات كنت شريت من هنايا والهم عليه، خرج لي الحولي فيه الفواقه والسهله والنبوله اسمحوا به. واش ممكن نوقفوا؟ عفاك اسمح لي، واش ممكن نوقفوا لان الكاميرا والمشاهدين كيشوفوا؟ انا مزقوب الله يرضى عليك. انت مع قناه سميتها ايوا، تكون انات او تكون انتيناتريس ولا تكون تيليسين، كون نوتينغو بروبليم الله يرضى عليك. واش تقول شي حاجه ولا داغي؟ انا مزقوب المراه كتستنى الله يرضى عليك. احنا راه باقيين في الحوار، الا بغينا غير نعرفوا شنو، واش السوق غالي بالنسبه لك ولا ماشي غالي؟ اودي انا ما كنجيش من هنا الله يرضى عليك، ماشي غالي او ماشي غالي، وخلينا الله يرضى عليك. دابا انت داخلك في الغلا كتساسي الناس واش عجبهم العيد او كبدا تدخل على الميتات.
تجي قال ميتات كنشوفك انا غالي او رخيص انت ماشي تدرسو بحالك انا بغيت بالسكر الله يقعد لي ما درت ما لكن كنعرفو حنا بحالك الله يقعد لي خيانات نمشيو نشوفو واحد السيد كيبان لي بحال شرا شي حولي نمشيو نشوفو على الله يخلينا نتحاورو معاه امولوندا السلام عليكم عليكم السلام هوندا خذيتنا من وقتك واحد شويه امال زيد كنتينا زيد معك عصب لي هذا حولي هذا قبل بعدا الله يجعلهم تحية أمين شكرا شكرا معك قناة اش ام أجي وخد سمح لنا بغينا غير نسولك شنو هي يعني كاين شي أثمنة رخيصة ما كاينش كنا شنو هي الأحوال ديال السوق غالي الحولي غالي بزاف 1500 درهم بزاف أنا كنفضل أجي بالنسبة ل 1500 درهم جاتني رخيصة لا رخيصة شري مني تقدر تزيدني 500 درهم لا انت شريت انا شريت وندم لان نشري ما ما ما, ما مرجل حسن انا شريت طريت تخلص انا طريت حسن انا مصيبه هادي امولوندا الله عندي شغل وسمحنا واش ممكن ناخذ منك واحد شويه من وقتك قل لي شنو خصك حنا واحد القناه اسمها اش ام بغينا غير نعرفوا شنو هي الاجواء ديال العيد الاجواء ديال العيد الحبيب باش نقول لك انا ما كنعيطش والله ما عنديش الراجل اجال الحبيب والو ما عنديش الراجل مثل الراجل عندي 5 سنين الحمد لله انا عايشه ونتين شفناك بحال معصبه والعواشر هادي باش نقول لك ابني شكون ماشي يتعصب شي ما كاينش اللي يشري الحاولي ما كاينش اللي يشري الخرقوم ولا اليبزر ولا الحنوط كاملين الحبيب ما عندي فحم ما عندي تبن ما عندي عيد كنعرفوا كاين جمعيات كيعاونوا الناس كيعاونوك ليه اللي ماشي تشوفوا فيا انا الله يعطيك الدال مشي الله يعطيك السلام عليكم والله الا بارتيني دابا متاخر دي بون عيط لك بالا يلا بينغا قول يا خالد اسمح لي قلت انا مع بارينتا تحنا سمح لنا احنا معك قناه اش ام الله يا اخي الدنيا هانيه متشرفين مرحبا بك معنا الله يا اخي قول بغينا نعرفوا ونتعرفوا اكثر على العيد هنا وكيفاش كتشوف الاثمنه هنايا في المغرب بيان بيان الحمد لله المغرب ماشي اول مره كان يجي بيرو كان يجي من طنطا بس الحمد لله احنا هنايا اوكي بيان الحمد لله غير واش ما بغيت نعرف واش انك دائما كتعيد هنا في المغرب اوكي انا كابه انت ناش من داخل عندك عيط ما نعيطش من عندك شكون تينك بعدا لا حنا كنهضروا شكون تينك شكون تينك تهضر معايا اسمح لي انا قناه الابري انا معاك برينسيبي الابري اسمح لي اسمح لي انا ما تهضرش معايا هيدا اسمح لي ما تهضرش معايا هيدا بينغا كويداتي تقدر تكوي تقدر تكوي تقدر تكوي دابا بينغا انا استخدمت كاميرا ولا لا تيلا صافي اسمح لنا اخي واخا نسولك اسمح لي انا سقسيك شي واحد كيبيع التبن هنايا حنا معك قناه اش ام متشرفين ولكن شي واحد هنا كيبيع التبن حيت ماما صرات لي انتو شي واحد كيبيع التبن ضروري بغينا غير نسولك الا ممكن لان حنا ما كنعرفوش هنايا شكون اللي كيبيع التبن انا بيدي ما كنعرفش انا بيدي ماشي جبرتيني مثلو خصني نمشي نشوف قلنا والا والو ياك واخا نسولك واحد السؤال الا جات على خاطرك قول لي واخا بالنسبه للعيد كيفاش كتمر الاجواء ديال العيد واش كتجمعوا النهار ديال الذبيحه الحولي شنو كيكون بطبيعه الحال كنجمعوا كتجمع عائله ولكن انا عندي واحد المشكل سبحان الله العظيم ملي كنت باقي صغير ما كنقدرش نركز على مسائل الذبيحه حيت واحد راسي شفت الدم وسخبت شي سيمانه وبقيت صافي سمين بالله واش دائما هكذا ولا لا ماشي اصلا الذبيحه ما كنحضرش وصافي ما الحولي كنصور معاه بزاف الحاجات شكرا سلامه ما عندكش شي حاجه اخرى تقدر تضيفها لا صافي هادشي اللي عندي حيت انا دابا ماما كيستناني نجيب لها التبن اسم بالله شكرا اذا مشاهدينا الكرام كيف ما لاحظتوا فاحنا اليوم متواجدين من داخل تفادت كيبان لي انا غادي نعم اخي شنو كتشخشي الناس كاملين وحنايا زعما شنو بنادم بيا دق هنايا لا حنا سالينا الريبورتاجات ديالنا جينا في الصباح وانت حنا كنبيعوا الحبل يا حنا والو زعما اذا تشاود معنا وتحاورنا واخا يمكننا نحاوروا ماشي مشكل نتعرفوا عليك العربي شنو كدير هنا العربي؟ جينا كتشوف كنشنا قراشي كنبيع الحبوله اخي الطبيعي وكتشوف ان الحبوله هو مصدر العيش ليك طول الحياه
الحياة حنايا كان بحال الغابة فهمت. جبرت الميانة ناكلة، جبرت الأينة ناكلة، فهمتي كيفاش الله مبارك كيتشم فهمتي كيف. يعني كنبيع مرة كاركو، مرة الحوت، مرة كنبيع الحوالة، مرة بنادم كتجي مني كنبيعو فهمتي. كنشوفك بحال مع السب كتشوفك حنا من القناة. مرحبا بك، حتى أنا من القناة، حتى أنا مغربي، ما تشقشينيش بحالي بحال الناس ولا شنو جا. لا حنا كنسولوك يعني شنو كتشوف هذا العام هذا، واش الناس غادي يشريو الحوالة كاملين بهم الأثمنة مناسبة لا شنو بغيت بغيتي توصل شي ميساج قولو. بغيت نقول لك زعما كيتشم الحاولي هذا العام يا شلال يا شلال طالعات فيها الأغون والصوفة الترطيئة ضد أقسم برا برا يدك عيد يدك من هذاك ورا يدك الله العظيم أخي الطبيعة أخي شماش كنقول لك ومبروك العيد وتحيا المغرب وتحيا الشعب المغربي وكنحمق على المغرب وتهلا في راسك.